قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد أجمع العلماء على أن من سخر بالله أو بالقرآن أو بالسنة أو بشيء من الدين مما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فهو من الكفار الملاحدة المشركين، كالسخرية من الأذان أو صلاة الجماعة أو من الطواف والسعي ورمي الجمرات أو من الإحرام والتجرد من المخيط، كما هو واقع في هذا الزمن يسخرون بهذه الشعائر. وكذلك من سخر بالحجاب أو رسم كاريكاتير يتضمن السخرية باللحية أو بالثياب القصيرة على الرجال، أو كالذين يسخرون السخرية الإعلامية بأهل الدين وتصويرهم في أقبح صورة، أو الاستهزاء بشيء من الوعد أو الوعيد أو بالجنة أو النار أو بعذاب القبر، أو الاستهزاء بوصف الدين بأوصاف لا تجوز، كوصف الدين بأنه دين تطرف أو دين رجعية أو أنه دين متخلف أو أنه دين لا يصلح للقرن العشرين أو أنه دين عفى عليه الزمن وأكل عليه الدهر وشرب، أو أنه دين قد انتهى تاريخ صلاحيته كما يوجد في صحفنا في بعض صحف المسلمين، أو وصف العصور الإسلامية الرائعة عصر النبي عليه الصلاة والسلام والقرون المفضلة بأنها العصور الظلامية، أو وصف الإسلام بالإرهاب، أو غير ذلك من أمور الدين، فكل ذلك من الكفر المخرج عن الملة بالكلية والمخالف للعقيدة المخالفة المطلقة. لا يجوز، لا يجوز لك أن تسخر بشيء من الدين، لا بالله ولا برسوله ولا بالقرآن ولا بغيره. وعبارات السب وعبارات الشتم وعبارات التقبيح هذه لا عد لها ولا حصر، لكن هذا هو الذي يجمعها، وهي أن كل من سخر بالله أو برسوله أو دينه أو بشيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كافر.